والله يا جماعه مو سهل نختلف عشان كوكب. لا حبيبي السهل ونص، المريخ الي ولا اجلي، مع اوراق بتثبت هذا الشيء. حبيبي هذا كوكب المريخ، تعرف شنو كوكب؟ شلون الواحد يقدر يملك كوكب؟ لا حبيبي مش على كيفك، المريخ لالي وراح ارفع دعوه قضائيه بعد على ناسا، وبعد راح سجل المريخ باسمي. اذا حسبالك هذا المشهد خيالي او نكته انت غلطان، هذا الشيء صار بالفعل. بدت القصة بعد وصول المركبة الفضائية الأمريكية مارس باثفايندر لسطح المريخ بسنة 1997 بمهمة استكشافية للكوكب الأحمر، وكانت هذه البعثة لدراسة المناخ والتربة على المريخ، وطبعاً كانت هالمهمة مصدر فخر لوكالة ناسا ولكل طاقمها. لكن وبنصف الأجواء الاحتفالية والحماسية بنجاح وصول المركبة الفضائية، صار حدث غير متوقع ومفاجئ، حدث أقل شيء يقولون عنه إنه جنوني. ثلاث ريايل من اليمن، عبد الله العمري ومصطفى خليل وآدم سيف، توجهوا للمحكمة في صنعاء ورفعوا دعوة قضائية على وكالة ناسا بحجة إنهم الملاك الحقيقيين لكوكب المريخ، وإن ناسا تعدت على أملاكهم الشخصية بدون أخذ إذن مسبق أو موافقة. سببت الدعوة جدل ونقاش كبير، خاصة بعد انتشارها بوسائل الإعلام العالمية، وطلبوا الريايل الثلاث من وكالة ناسا عدم نشر أي صور أو معلومات عن المريخ بدون موافقتهم. طبعاً مثل ما تتوقعون، وايد ناس قالوا إن هالحركة مجرد للشهرة أو الاستهبال، والبعض اعتبرها إحباط ويأس من الواقع العربي على الأرض، فصرنا ندور على إنجازات بالفضاء. لكن هذول الريايل اعتمدوا بدعواهم القضائية على أدلة كانت برأيهم إثبات حقيقي على صحة امتلاكهم للمريخ، وهو أن الملكة بلقيس ملكة سبأ طلبت من الملك سليمان عليه السلام أن يبني لها قصر على المريخ، وحقق لها الطلب فصارت بلقيس اليمنية هي ملكة الكوكب الأحمر. ولأن الريايل الثلاث هم أحفاد الملكة اليمنية بلقيس، فبالتالي الكوكب ملكهم بالوراثة. هذا غير أن الصور اللي انتشرت للمريخ تشبه تضاريس اليمن الصحراوية والجبلية، ويوجد باليمن وادي اسمه وادي المريخ، وحتى شجرة اسمها المريخ، وغيرها من الأدلة والمستندات اللي رفضوا ينشرونها حفاظاً على سرية المعلومات. طبعاً وكالة ناسا رفضت كل هالكلام بناءً على معاهدة الفضاء الخارجي اللي وقعت عليها كل الدول بسنة 1997، فإن كل الأجرام السماوية بالمجموعة الشمسية باستثناء كوكب الأرض هي ملك لكل البشر، ومو ملك لدولة أو شخص معين. ظلت الدعوة لحد اليوم بدون حل أو نتيجة نهائية بالمحاكم اليمنية، لكن خلال هالسنوات الطويلة في وايد أشياء تطورت وتغيرت، أهم نجاح العرب بالوصول للمريخ. وبس شاركونا بالتعليقات، هل من حق الريايل الثلاث أنهم يطلبون ملكية المريخ؟ نشوفكم الحلقة الجاية، مع السلامة.